11 راجل في الملعب باذن الله رب العالمين احنا قدها. احنا ابطال اخر 7 نسخ. الغريم التقليدي ما كسبناش من 2014 في كاس مصر. ان شاء الله باذن الله رب العالمين البطوله بتاعتنا بعزيمه واصرار ورجاله ميت عوبه باذن الله. كاس يا زمالك ان شاء الله، كاس ان شاء الله عندنا، وباذن الله لعيبه رجاله بتاعتنا، واحنا جايبين صفقات كويسه وان شاء الله خير، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب. تركيز ثم تركيز ثم تركيز. المباريات دي بتتلعب على انصاف فرص، على انصاف فرص. الهجمه اللي بتضيع ما ترجعش تاني. في تركيز طبعا من الفريقين وفي اصرار من الفريقين. اول كاس اتلعب مثلا في السعوديه نهائي كاس، ترتيب عالي جدا، تحكيم، تصوير، الدنيا كلها متظبطه، فعايزين الصوره تطلع مشرفه للكره المصريه. عايزين نركز في الملعب، مش دعوه بالحاجات الخارجيه سواء الجمهور من هنا او من هنا، مش عايزين تعصب، عايزين نركز في الملعب عشان نشوف مباراه نظيفه ان شاء الله. بس يعني نركز مع اللعيبه شويه. اقول لهم المفروض هم يبقوا رجاله ويبقوا قد التيشيرت اللي لابسينه، وطبعا الفتره اللي فاتت عدت ودي فتره جديده، فالمفروض يثبتوا وجودهم. هو الكاس يا زمالك اهم حاجه، بس كده ربنا يكرمنا وناخد الكاس. ان اهم حاجه في الظروف دي لازم محتاجين الكاس، هو هيرفع روح المعنويه اللعيبه كلها. في اجتهاد بعد كده وان شاء الله نكسب الكاس. الكاس يا زمالك، والكاس في 100 عقبه يا زمالك ان شاء الله. الكاس يا زمالك، كاس للزمالك.